عقدت اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية اليوم الخميس بالرباط اجتماعاً لوضع المعايير الواجب اعتمادها لاستخراج أسماء الأشخاص المدعوين لملء استمارة الإحصاء لأداء الخدمة العسكرية برسم سنة 2024. وأكد بلاغ وزير الداخلية أن الاجتماع يأتي في إطار الإعداد لعملية الإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية لسنة 2024، وتم تحديد المعايير اللازمة لاستخراج الأسماء من قاعدة البيانات الخاصة بالإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية، وسيبدأ حصر قوائم الأشخاص المستدعين لملء استمارة الإحصاء بحسب العمالات والأقاليم، وستقوم مصالح العمالات بطبع إشعارات الإحصاء وتسليمها للمستدعين لتعبئتها عبر الموقع الإلكتروني المخصص. تستمر عملية ملء الاستمارات من فاتح مارس إلى 29 أبريل 2024، ويأتي هذا في إطار تنفيذ التعليمات الملكية لإدماج الفوج المقبل في الخدمة العسكرية في سبتمبر 2024.